أهلا بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران وتوعدها بالرد على أي إجراء صادر عنها تجاه المصالح الأمريكية. وفي هذا الصدد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرد من الولايات المتحدة على الإجراءات التي تتخذها إيران ضد مصالح بلاده سيأتي، بما في ذلك الضربات باستخدام الطائرات المسيرة. عبد الحميد دباك والتفاصيل. إيران ضربتنا وتأكدنا من هو الفاعل، مسيراتها قصفت قواتنا في سوريا، وسنرد على ذلك بضربة مماثلة. تلك تصريحات من أعلى رأس الهرم في واشنطن. الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد ويتوعد طهران برد صارم، ويقول إن مسيرات إيران خطر على الأمن القومي وإن واشنطن لن تترك ذلك من دون رد، ويؤكد أن مسألة تعامل بلاده مع إجراءات إيران الموجهة ضد المصالح الأمريكية، سواء الضربات بالطائرات المسيرة أو أي شيء آخر. التصريحات هذه جاءت بعد أسبوع من هجوم بطائرات مسيرة ملغمة استهدف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب شرقي سوريا على الحدود الأردنية العراقية التي يستخدمها التحالف الدولي. وقال مسؤولون أمريكيون حينئذ إنهم يعتقدون بأن إيران قدمت الموارد وشجعت الهجوم على القاعدة، لكن الطائرات المسيرة لم تطلق من أراضيها. ما بين التهديد والوعيد تبقى ثمة أسئلة تطرح: ما مسرح الرد الأمريكي؟ وما طبيعة ذلك الرد إن حصل؟ وهل تملك إيران القدرة على الدخول في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثاني نرحب بناصر زهير الباحث في شؤون السياسية والدولية ضيفنا من باريس. نرحب أيضا بمهند حاج علي الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ضيفنا من بيروت. ورحب بكما، مساء الخير. سيد ناصر، الرئيس الأمريكي توعد إيران بالرد على يعني الهجمات التي اتهمها بها يعني المسيرة على قاعدة التنف. اليوم أين يمكن أن يكون الرد الأمريكي وكيف سيكون؟ نعم، تحياتي لكم ولفريق العمل والمشاهدين. يعني الرد الأمريكي سيكون في إطار ضربات لميليشيات إيرانية سواء كان في سوريا أو العراق، وأن يكون هناك توسيع لخيار أو لنطاق هذه الضربات، لأن الولايات المتحدة نفذت عديد هذه الضربات ولكن بصيغة المجهول. يعني كنا نرى دائما قصف على بعض المنشآت، بعض مراكز التدريب التي تتبع لإيران، ولكن من دون إعلان الولايات المتحدة صراحة مسؤوليتها عن هذا الأمر. الآن في الهجوم على التنف أصبح بايدن في مأزق، يعني بمعنى أنه يجب عليه أن يرد على هذه الضربات، وإلا ستكون القوات الأمريكية عرضة لضربات قادمة، خاصة بعد إطار دعنا نقول الاشتداد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الإطار. أيضا النقطة الأهم هو بأن إيران إذا بدأت في هذه الاستراتيجية استهداف القوات الأمريكية سواء كان بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة، هذا سيشمل أيضا العراق في مرحلة لاحقة. يعني ستكون ضربات ثنائية في العراق وسوريا، وبالتالي تريد الولايات المتحدة تنفيذ ضربة ما توصل رسالة لإيران بأن أي هجوم على القوات الأمريكية سيكون ثمنه كبير جدا. ترامب بالنسبة للبنتاغون أو بالنسبة للداخل الأمريكي، لأننا دائما نحن نرى التجاذب الأمريكي الداخلي، عندما قامت إيران ببعض الهجمات قام بقتل قاسم سليماني أو استهداف قاسم سليماني، وثمن كبير جدا دفعته إيران. بالتالي بايدن يريد أيضا أن يقوم بمثل هذه العملية، ربما ضربات ضد ميليشيات إيرانية أو اغتيال أو استهداف شخصيات إيرانية مهمة في نطاق عمل الميليشيات في سوريا والعراق إن استطاع ذلك. غير ذلك سيكون موقفه ضعيف جدا، خاصة بعد تأكيد بأن إيران هي من هاجمت التنف أو قاعدة التنف. أنتقل إلى ضيفنا مهند حاج علي. سيد مهند، حجم الرد المتوقع، يعني كان هناك ضربات أمريكية على إيران بحجم قاسم سليماني أو ضرب مستودعات أسلحة أو ميليشيات تابعة لها وألحاق أضرار كبيرة، اليوم هل يمكن مثلا لأمريكا أن تقوم بضرب إيران يعني على عكس التوقعات، أن يكون مثلا بالساحة السورية أو الساحة العراقية، أن يكون نوع الضربات من شكل آخر بقلب إيران مثلا؟ طبعا هناك، أولا مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. المسألة الأساسية اليوم أمامنا هو أن هناك مفاوضات، وهو المفاوضات الأمريكية مع إيران هي جزء أساسي من المشروع الجديد لإدارة بايدن للتعامل مع المسألة الإيرانية، وتحديدا ما وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
بأنه إعادة إيران إلى الصندوق. الولايات المتحدة تريد إنهاء هذا التهديد النووي الإيراني والتعامل معه بشكل سريع. لذلك لا أعتقد بأننا بإمكاننا نظر إلى هذا التهديد بالرد على الهجوم على قاعدة تنف بمعزل عما يحصل على المستوى المفاوضات النووية الإيرانية. لأننا رأينا في التصريح نفسه، في الكلام نفسه للرئيس الأمريكي في خصوص إيران، هناك تهديدا أيضا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. لكن حينما تعرضت يعني القوات الأمريكية لهجوم في إربيل، رد بايدن في منطقة البوكمال. حينها كان الرد سريعا، ولكن اليوم ما نرى هو أن هناك مسارا سياسيا حاصلا، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفريط بهذا المسار السياسي من دون حسم المسألة باتجاه أو بآخر. يعني إذا كان هناك من تصعيد على المستوى السياسي مع إيران بما يؤدي إلى عقوبات اقتصادية، بالتعاون طبعا مع الشركاء الأوروبيين، لأن عقوبات هذه المرة على عكس إدارة ترامب لن تكون بمعزل عن الحلفاء الأوروبيين، ومع هذه العقوبات برأيي أن هناك ضربة عسكرية ردا على ما حصل في قاعدة التنف، وهو كسر للخطوط الحمراء. طيب أنتقل إلى ناصر زهير مرة أخرى. يعني سيد ناصر، يعني بما أن ضيفنا تكلم عن المفاوضات والأمور أنها مرتبطة بالمفاوضات، اليوم يعني الاتفاق النووي الإيراني، ما هو التهديد الذي يمكن أن يشكله هذا التصعيد بين أمريكا وإيران على مسار هذه المفاوضات برأيك؟ يعني لا أعتقد بأن هذا التصعيد سيشكل خطر على المفاوضات النووية. يعني نحن نرى مفاوضات في جهة وأيضا معركة عض أصابع في جهة أخرى. يعني كما أشار الضيف الكريم يعني من بيروت بأن خرج من الرئيس الأمريكي بعض الخطوط يعني الحمراء، لم يخرج من وزير الدفاع مثلا أو من عضو كونغرس أو من محلل سياسي أو مبعوث إلى المنطقة، من الرئيس الأمريكي. نعم، حتى لو تم استهداف القوات الإيرانية أو الميليشيات الإيرانية أو تم تنفيذ ضربات داخل إيران، المفاوضات ستبقى مستمرة. يعني أذكر مثلا بأنه تم استهداف مفاعلات نووية، مفاعل نطنز، كما تم استهداف هجمات سبرانية سواء كان من الولايات المتحدة أو حلفائها، وكانت المفاوضات تستمر في فيينا. يعني المسار التفاوض ومسار العمليات العسكرية هو مستمر. حتى عندما استهدفت السفارة الأمريكية في العراق بقيت أيضا آليات التفاوض مستمرة. الآن يعني هناك معركة عض أصابع، أولا فيما يتعلق في التفاوض حول كل شيء. يعني المفاوضات في فيينا ليست فقط من أجل البرنامج النووي الإيراني، هي مفاوضات أيضا في الكواليس من أجل سياسات إيران الإقليمية، من أجل برنامج الصواريخ الباليستية. بالتالي إيران تريد تنفيذ الضغط الأقصى لتقول بأنها قادرة على تنفيذ نوعا ما، دعنا نقول، ضربات معينة أو آليات معينة للضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى أولا رفع العقوبات أو رفع الجزء الأكبر من العقوبات الذي تريده إيران. يعني بمعنى أن الثمن سيكون كبير إذا فشلت مفاوضات فيينا، سيكون هناك فتح جبهات على القوات الأمريكية. لن تسكت إيران عن استهدافها أو استهداف مفاعلاتها النووية في الداخل أو هجمات سبرانية أو أي هجمات كانت. رأينا في اليومين الماضيين استعراض أيضا للقوات الأمريكية بتحليق طائرات عسكرية متطورة جدا في الشرق الأوسط. يعني الأمر يحتاج، عندما يكون هناك دائما نقول تفاوض، هناك معركة عد أصابع تكون، أو هناك استعراض للقوى وهناك ضربات متبادلة. هذا الأمر سيكون أعتقد على المدى الطويل أيضا. يعني هذا سيكون في إطار هل ستبقى القوات الأمريكية في سوريا والعراق أم ستنسحب كما انسحبت من أفغانستان. إذا كانت ستبقى، هنا يمكن فتح جبهة طويلة الأمد بين ميليشيات إيران والقوات الأمريكية. يجب على بايدن أن يقوم برد عسكري كبير حتى لا تتجرأ إيران على استهداف القوات الأمريكية مرة أخرى كما فعلت سابقه أو سلفه ترامب، خاصة أن بايدن اسمه نزلت كثيرا في الولايات المتحدة. بالتالي يريد أن يرفع من شعبيته نوعا ما بأنه رئيس قوي ويستطيع الرد على إيران بشكل أو بآخر، من أجل أيضا تقوية موقفه في المفاوضات. طيب أنتقل إليك مرة أخرى سيد مهند. يعني سمع ضيفنا، هناك يعني جذب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بموضوع ملف المفاوضات. لكن الموضوع ليس بين أمريكا وإيران فقط، هناك الأوروبيين وهناك اللاعبين الآخرين. اليوم إيران لم تعلق أبدا على كل ما يجري وعلى تصريح الرئيس الأمريكي. هل سوف تسير الأمور كما تريد إيران أم كما تريد أمريكا في الملفات القادمة بالنسبة للملف النووي؟
الوقت مسألة حاسمة هنا. يعني أنا رأيي هل تستمر المفاوضات النووية بشكل معتاد لو اختالت على سبيل المثال الولايات المتحدة جنرالا إيرانيا أو جنودا إيرانيين في سوريا، هل يحصل ذلك؟ لا أعتقد بأننا بإمكاننا الفصل هذه الأحداث عن بعضها بعضا. أنا أعتقد أن هذا ما رأيناه من التصعيد كلامي على لسان الرئيس الأمريكي هو بتوجيه رسالة إلى الجانب الإيراني بأن عليكم التفاوض، الجلوس على الطاولة والقبول بتنازلات والمضي قدما في هذا المجال. ولا أعتقد بأن في هذه المساحة الضيقة في هذه المساحة الضيقة من الوقت بالإمكان تنفيذ مثل هذه الضربات من دون أن يكون لها تبعات سياسية. إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء المسار التفاوضي الآن وفتح جبهة جديدة في سوريا والعراق وحصول مواجهات دامية، أعتقد بأنها بإمكانها الدخول في هذا المعترك بضربة، لكن ليس هذا أسلوب ولا طريقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هو يريد حل المسألة سلميا مع إيران وتجنب وقوع أحداث دامية، ولكنه يقول للجانب الإيراني بشكل واضح بأنك لو استمريت على هذا النهج فأن هناك ردودا أمريكية. طيب، بالنسبة لموضوع عامل الوقت بناء على هذه المعطيات، اليوم جاء التصريح من الرئيس الأمريكي اليوم، ما هو الزمن المتوقع لقيام أمريكا بالرد على هذه العملية، يعني على استهداف إيران لها في التم؟ أنا أتحدث عن أسابيع، يعني هل سيكون رد من خلال القصف أيضا؟ صحيح، نحن نتحدث عن أسابيع فقط، لا أعتقد بأن هناك المتسع من الوقت. الجانب الأمريكي يدرك ذلك جيدا، وهناك من يتحدث اليوم في الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية بأننا نخشى حصول الاتصال، أن يتلقوا اتصالا إسرائيليا يبلغهم بأن الأوان قد فات وأن على إسرائيل التحرك عسكريا ليوقف التهديد النووي الإيراني. فلذلك نافذة الوقت تضيق. الجانب الإيراني ليس بإمكانه المماطلة كثيرا، هو أيضا يريد التخلص من العقوبات الاقتصادية والمضي قدما، ولو كان يريد أن يلتقي مع الأمريكي في نصف الطريق ويحاول أن يظهر نفسه وكأنه مفاوض شرس على عكس الإدارة السياسية السابقة القائمة في إيران تحت روحاني. فهنا نحن أمام نافذة تضيق، ولا أعتقد بأن أمامنا أكثر من أسابيع قليلة حتى اتخاذ قرار حاسم في اتجاه أو آخر. أنا هذا تقديري، بما أن التقديرات الأمنية التي تخرج اليوم علينا في الإعلام تقول بأن إيران تقترب من القدرة على صناعة القنبلة النووية، بغض النظر عما كانت صناعة القنبلة الوقت الذي يمكن أن تستغرقه وما يقوله الخبراء في هذا الشأن، ولكن أعتقد بأن النافذة تضيق ونحن أمام أسابيع حاسمة في مجال هذه المفاوضات والعلاقات بين الجانبين قد تذهب في اتجاه أو آخر. نعم، أشكرك كثيرا مهند حاج علي، الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، كن ضيفنا من بيروت. والسيد ناصر زهير سوف تبقى معنا في المحور الأخير. فصل قصير، نعود إليكم، ابقوا معنا.